يعني طيبة لأنها طيبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فيها طيبة ويقال فيها طابة، فالكلمة فيها عدة أشكال. فهذه الكلمة تدل على ما تحتها من المعاني. لماذا سميت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبة أو بطيبة؟ لأنها صارت طيبة برسول الله صلوات الله عليه، شرف المكان وشرف الزمان برسول الله صلوات الله عليه. ولهذا أعظم بقعة في الأرض هي البقعة التي فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني هذه البقعة أشرف مكان. ولذلك أنا هناك في رحلتي التدريسية حينما كنت في المدينة واستضافني الحاج علي بشير رحمه الله في الدنيا والآخرة، وجالسني بعد العشاء وبعد التراويح في بيته، وكانت له معي قصة، وهو من أهل المدينة وأصلا من أهل المغرب. حج علي بشير قال بعض أهل مكة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يقولون يعني من باب التحدث بنعم الله، لا نقول أكثر من هذا، نحن في مكة عندنا المشاعر وعندنا الحجر الأسود وعندنا العمرة وعندنا الحج، هذا ما هو كائن في مكة. فقال له أحد المدنيين يا هذا أنتم عندكم ما تقول ونحن عندنا رسول الله، هذا يكفينا، يعني الذي علمنا الحج علمنا العمرة ونشر نور الله في الأرض هو عندنا. إذن المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشرف مكان صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان شيخنا الشعراوي إذا ذهب إلى المدينة استراح، وكان إذا جاء إلى مكة كان يجاهد نفسه بالعمرات وبالتدريس وبإلقاء الدروس والمحاضرات حول الكعبة وفي كلية الشريعة، وكانت أمه معه، فأمه أحست بهذا المعنى فقالت له يا شيخ أمين أنا والله بستري عند رسول الله وأنا أستغفر الله، هل هناك يعني؟ ولم تتكلم. فشيخنا الشعراوي كان منفوحا له من الله فتح، قال يا أمي مكة فيها الجلال والمدينة فيها الجمال. هذه عبارات للعلماء الكبار. مكة فيها الجلال أي عظمة الله في مكة، إذن لابد أن يكون الإنسان في مكة خاشعا لمولاه، والخشوع يعطي للإنسان قوة يجاهد بها في سبيل العبادة، يعني وأنت خاشع تتعبد وتجهد نفسك وأنت تذوق هذه العبادة، لكن الخشوع هو الذي يدفع والعمل ينفع. لكن هناك عند رسول الله فأنت هنا في ضيافته صلى الله عليه وسلم، إذن هنا الجمال، الراحة الكبرى عند رسول الله، والعمل كل العمل بكل ما فيك من جهد هناك في مكة عند كعبة الله رب العالمين. إذن هذا مكان للجلال وذاك مكان للجمال، ولا بد منهما. وكان إخواننا دائما إذا ذهبنا إلى عمرة كانوا في مكة يعني يطوفون ويسعون وهناك مجهود، ثم يقولون نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستريح. إذن الراحة هناك والعمل هناك، وكل ذلك
من فضل الله على أمة الإسلام من كل فج عميق، يأتون ليشهدوا منافع لهم في دائرة الجلال وفي دائرة الجمال.